كما تلاحظون يا اخوان، يعني اللاعب ايبيك بوستر من اول 100 كوينز مستحيل يا اخوان، مستحيل، يعني الثغرة مضمونة يا اخي الكريم. في هذا المقطع الجديد اخي الكريم جبت لكم ثغرة اليوم للحصول على لاعب ايبيك بوستر من اول 100 كوينز او 900 كوينز، يعني سوف تزيد حظوظك اكثر من 70% هذه الثغرة. يعني ملاحظة، ثغرة الايبيك ليست مضمونة 100%، لان كما ترون الباكج يتكون من 150 لاعب، يعني صعب جدا، ولكن اذا كنتم سوف تلفون في هذا الباكج فالثغرة سوف تزيد حظوظك كما قلت. المهم سوف أشارككم يعني هذه التارة وسوف نلف وسوف نرى اللاعب الذي سوف نحصل عليه. أول خطوة سوف نقوم بالدخول عند إسحاق مرتين، ثم مرتين عند أمبويمو والإطلاع على إحصائيته هكذا يا إخوان، ثم سوف ننتقل بعد ذلك عند اللاعب إيزي مرة واحدة، ثم نفس الشيء عند اللاعب مودريك، ثم ويرنر بالنسبة للاعب أوكازاكي مرتين، ثم مرتين عند اللاعب هيروند، نفس الشيء عند اللاعب ساكا، ثم سوف ننتقل عند مايكل أوين مرتين هكذا والإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء عند دينيس لو، ثم إخوان مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. كما ترون إخوان يعني حصلنا على لعب هايلايت. أوكي إخوان، يعني هيولوند يا إخوان كما ترون يعني من أول لفة فقط كما تلاحظون إخوان، يعني الثغرة مضمونة إن شاء الله.